السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. جاءني سؤال، هو لماذا لا يصلح رجال الدين دينهم؟ هذا السؤال أجبت عليه في سلسلة حلقات قبل سنة تقريبا بعنوان الإصلاح الديني ووهم الإصلاح الديني. الآن سأجيب في هذه الحلقة السريعة على هذا السؤال بطريقة أكثر إيجازا ونبه فيها نوع من الاختلاف، فكونوا معي. مرحبا أصدقائي. السؤال أتاني من الصديق أدري قاسم في حلقة التي نشرتها بعنوان الرجل خدعة المرأة. في هذه الحلقة سألني الصديق لماذا رجال الدين لا يقبلون إصلاح الدين من النصوص السلبية والغير علمية والغير أخلاقية. قلت له لأنهم ببساطة يرون أن الدين كامل ولا يحتاج إصلاحا، وأشرت أيضا إلى أنني أجبت على سؤال الإصلاح في أكثر من حلقة في العام الماضي، وأيضا ضمن حلقات سلسلة حلقات حول الإسلام هو الحل. فيما دخل أحد الأشخاص على الحوار وقال بأنني اطلعت على هذه الحلقات وكانت حلقات غير علمية ولا تستند إلى منهج علمي، فأجبته بأنني، وهذا كلام أريد أوصله للكثيرين، أنني لست باحثا علميا، أنا أفكر وأقدم أفكاري، وهذه الأفكار قائمة على تأملات خاصة بي ومعتمدة على معلوماتي واطلاعاتي وأيضا معرفتي ومتابعاتي لكل ما يتعلق بالعلوم والبحوث والأفكار والفلسفات، وأيضا البحوث العلمية المحكمة التي تصدر هنا وهناك. فبالتالي أنا رجل أعتاش على المعلومات وعلى أيضا البحوث الموجودة. من خلال هذه البحوث أنا أقدم أفكاري وأتأمل فيما توصل إليه الباحثون، أما أنا فلا أقدم بحوثا، إنما أقدم بحوثا بمعنى آخر، بحث معرفي، تنقيب معرفي. فهذا أمر أنا أحب أشير إليه، مهم جدا، لأنه الكثيرون يقرؤونني أو يشاهدونني ويعتقدون بأنني أقدم مناهج علمية. بالحقيقة أنا أتحدث أحيانا في حلقة واحدة أستخدم أكثر من منهجين أو ثلاثة أو أربع مناهج في التفكير والعمل والبحث والتأمل. فأنا أمتلك حرية كبيرة في التصرف والتفكير، وأستخدم المنهج الذي أحتاجه حسب أجده مناسبا للحالة أو الموضوع الذي أبحث فيه. فبالتالي أنا أدعو لمن يشاهدني أن يعيد استماع إليه، لمن يرغب بالاستماع إليه طبعا، أن يعرف بأنني أبحث في عالم الأفكار، في غابة الفكر، في غابة هذه صراعات الأفكار، ومحاولة إنسان مستمرة لفهم ما يجري في العالم. أعود إلى صلب الموضوع وأقول أن رجال الدين هم لا يصلحون حال الدين نفسه، لأن هدفهم ليس إصلاح الدين، هدفهم دائما هو أن يصلحون جماعة المؤمنين التي يتزعمونها ويقودونها ويثقفونها ويلقنونها كل ما يشاءون. هذا يؤدي بالنتيجة لأن رجال الدين هم أنفسهم غير صالحين سواء بالفطرة أو بالاكتساب، وهم أيضا يعني الأنكى كما تقول العرب من هذا، لا يستطيعون أن يكونوا غير ذلك، أي معنى أنهم غير صالحين في كل الأحوال. ولكي يحقق ما يعتقده من صلاح عليه أن يكون غير صالحا في تصرفه، وسأوضح في الجزء الآخر من هذا الفيديو البحث عن في هذا الأمر عن سبب ذلك. فأقول أنه حتى هؤلاء رجال الدين حتى لو شاءوا أن يكونوا صالحين، فإن معنى الصالح لديهم مختلف تماما عما هو معروف. نحن هم أو هم ما أشاعوا أنه الرجل الصالح والرجل الذي يفرق بين الحق والباطل ولا يقبل بالظلم وما إلى ذلك، هذا كلام غير دقيق. أن العمل الصالح بالنسبة لهم، كلمة الصالح أو مفهوم الصالح
معنى مختلف تماما عن المعنى الذي أشيع أو يعرفه الناس غالبا. العمل الصالح هو التوحيد وعبادة الله وأداء الفرائض، وفي الدرجة أو مرتبة الأخيرة هي حسن الجوار. حسن الجوار لمن؟ للجار المؤمن، ليس حبا به. حتى هذا يعني هي شيء جيد، حتى هذا ليس حبا بهذا الجار، بل طاعة لله. يعني أنه حتى لما تقول السلام عليكم أو شكرا، فهي الشكر ليس له إنما لله. معنى أن الأخلاق الإسلامية أو الدينية عموما ليس الهدف منها أن تكون أخلاق إنسانية خاصة بالفرد، لا، إنما هدف منها أن تكون أخلاق دينية، أي أنها تصب في خدمة القطيع الديني أو الجماعة الدينية، لا تصب في خدمة الشخص نفسه، لأن الشخص نفسه متخلي عن نفسه. فأنت ليس الهدف منها أن يرتقي بأخلاق المؤمن، إنما الهدف منها أن يرتقي بمصالح الجماعة الدينية. هاي القضية اللي أدانها طبعا إيمانويل كانت، وسببت إحراج هائل جدا خاصة لرجال الدين المسيحيين. لكن بالنسبة إلينا كمسلمين أو كوسط مسلم، ما زالت هاي القضية غير مدركة بشكل دقيق، وما زلنا متخلفين عن يعني في جميع المستويات عن إدراك هذه الأزمة. الجانب الآخر من الشق الأول أو الرد الأول أن هم ليسوا بحاجة لإصلاح الدين، السبب واضح، لأنهم ما زالوا مهيمنين على الشارع ولم يصلوا إلى الدرجة التي وصلت إليها بقية الديانات، بقية دول العالم والديانات الأخرى عدا الإسلام. ما زال يعني تجاوزت هاي المرحلة ولم تعد بقادرة على أن تواجه تيار العالم الحديث ومتطلبات العصر الحديث. هذا أمر أصبح مفروغ منه، واستسلمت هذه الديانات للواقع وانسحبت من القضايا الكبيرة التي معظم القضايا التي تخص بمصالح المجتمعات وإدارة شؤونها في جميع المستويات تقريبا. لكن ما زال جماعتنا يعني ولله الحمد كما يقولون ما زالت متمسكة برقاب ومصائر وكل مصالح العباد في بلداننا المنكوبة الفاشلة بامتياز طبعا. فبالتالي هم ليسوا بحاجة لأن يصلحوا شيئا واحدا من دينهم. هو الدين بالنسبة لهم أولا كامل مكمل، وأي رجل دين لابد أن يقول لك أن ديني كامل مكمل، وإلا فما الداعي لوجوده أصلا. فهو هذا الموضوع يجب أن ندركه، هؤلاء هم غير صالحين أولا، ولا يبحثون عن صلاح دينهم لأنه صالح، إنما يبحثون عن صلاح المؤمنين والجميع وفقا للمنطقة الذي يختارونه، وهم يتبعون كل الطرق الصالحة أو غير الصالحة لتنفيذ ما يحلمون به. الشق الثاني من الجواب أن الدين لا يمكن إصلاحه. لماذا؟ لأنه هو كله غلط، يعني هو الدين كله قائم على أسس خاطئة، ولا أعني الخاطئة أو الغلط بمعنى الديني، أعني بالمعنى العقلي، وأعني بالمعنى المنطقي والعلمي والمنهجي. فأنت عندما تناقش لا يمكن أن تقول أن أسس وأركان الدين هي أركان صحيحة، هذا أي إنسان واعي وأدى قدر بسيط من المعرفة والاطلاع والتفكير السليم لابد أن يقول أن أسس وأركان الدين أو أي دين هي أسس غير راسخة وأسس وهمية وقائمة على تهويمات وأفكار وأساطير خرافية لا أساس واقعي لها ولا شيء ولا أساس ملموس لها على الأقل. فمثلا عندما نقول توحيد، مثلا ما هي أركان الدين؟ مثلا هي التوحيد، النبوة، المعاد، الإيمان بالكتب المقدسة وأداء الفرائض، هذه كلها يعني أكد عليها الدين الإسلامي خاصة، والأديان الأخرى عندهم نفس أشياء مقاربة، مفاهيم من هذا النوع.
وعندما نأتي للحقيقة ماذا نجد؟ نجد كوارثة. عندما نسأل الأسئلة الكبرى مثلا من هو الله، إنه لابد أن يقول لك تؤمن بالله، هو من هو الله؟ يعني الإسلام نفسه ما يعرف، يعني ما يعرف من هو الله. يعني هو حتى يعني كرجال الدين عندما تسأل من هو الله يقول لك هو الحاكم الكثير قضاء جل جلاله، يعني اطناب وكلام جميل، لكن بالحقيقة ما هو، ما هي كنها، ما هو جوهر الله، ما هي كيف تعرف لي الله؟ فهنالك فرق وعقائد سلفية وعقائد أشعرية، تحاول بعض يقول هو مجسم، يعني هو جزء يمتلك جزءا ماديا، والآخر يقول لا هو ليس بذلك، ليس مجسدا. أيضا هنالك جو الأشعرية ربطوا ما بين يعني أخذوا المنزلة بين المنزلتين، يعني هاي الخلافات وصلت وما زالت غير محسومة المسألة. أيضا اسأل، يعني بدليل اسأل أي مسلم، أي مسلم مؤمن، قل له ما هو، من هو الله، ما هو الله، ما يعرف يجاوبك. بل أنه هناك شيء يعني أكثر غرابة من هذا، أنه اسأل الإسلام شنو، يعني ما هو الإسلام، كيف تعرف الإسلام؟ بل روح أبعد من هذا، قل له ما هو الدين، لا يعرف ما هو الدين. لا يوجد أيضا تعريف مانع شامل كامل للإسلام ولا للدين، فما جدوى بعد ذلك إصلاح هذا الدين الذي يدعي جميع وجوده؟ فهو أصلا ما تعرف تعريفه، فأنت كيف تصلح شيئا لا تجيد معرفته؟ فهذا أيضا يؤكد قولي بأن الدين لا يمكن إصلاحه أصلا، لأنه هو بأكمله بناء قائم على غيمة في الريح، فأنت لا تعرف كيف تؤسس عليه شيئا حقيقيا. الأمر أو الشق الثالث من الجواب يتعلق بواقع الحال، واعني أن شعوبنا مثلا تعيش حاضرها الآن على وقع ماضيها، يعني احنا الآن نعيش هاي اللحظة، لكننا نعيش الماضي الذي تراكمات الماضي، أو نحن ورثة هذا الماضي الذي فيه ما فيه كما نعرف، وتحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا. يعني احنا ورثنا هذا اللي تجسد عن طريق يعني مساجد، عن طريق يعني تقاليد، عن طريق عادات، ثقافات، قيم، يعني قيم طرق زواج، طرق تعامل، يعني كل هذه الأمور أصبحت في بحكم الأمر الواقع، فهي كلها تأسست وما عاد بالإمكان مراجعتها إلا بعد جهد جهيد وعبر عقود من الزمن، إن شئنا أن نغيرها. فكيف يمكن لنا أن نصلح هذا الدين الذي هو التربة، التي التربة الثقافية التي نولد ونموت في فضائها ونتنفس كل قيمها وطرقها في التفكير والعمل؟ فالمنهج التفكير مالتنا هو منهج غير علمي، إنما منهج ديني قام بإنشائه وتأسيسه في عقلنا، في أو شكل عقلنا نفسه، خلقنا هذا الإطار الديني عبر جهد كبير قام به مئات الفقهاء ورجال الدين، ولم يقم بذلك فلاسفة طبعا، ولا مفكرين، ولا أناس خريجوا جامعات يتبعون المنهج العلمي، إنما نحن شعوب أسست ثقافتها ووعيها ومناهجها بالتفكير عن طريق رجال الدين، وهؤلاء كانوا يتحكمون بأمورنا، وهذا دليل أنهم موجودين منذ ولادة أي واحد من عندنا حتى وفاته، موجودين على مقرب منا في أي بيت، ويعني اطلع للشارع تجد مسجد أمامك، أو تجد أي مراكز الدين متوزعة في كل مكان وتجدها حيثما ذهبت. الشق الرابع، أو قبل لا أن أقول عن الشق الرابع، أقول بأنه هذا الأمر يعني ما عاد بالإمكان مراجعة هذه الأمور بالسهولة إلا عندما تتوفر هذه الإرادة، وهذا كما قلت ما راح يحصل. أنا كإنسان فرد، أنا عندي عادات يعني جاي عاني،
عندي عادات كثيرة أنا، أي واحد من عندنا عندي عادات شخصية اللي يتخلص من عندها، ونجاهد مجاهدة يعني نعاني الأمرين حتى نتخلص من بعض الأشياء. أنا بالكاد مثلا ظلت سنوات أحاول أن أقطع السجائر مثلا، لكن بذلت جهد جهيد حتى أتخلص من عندها. الآن أيضا الحالة نفسها، إذا تخيلوا الأمر مع شعوب عشرات الملايين، كيف يمكن أن نعالج هذا الأمر؟ هذا أمر ليس بالسهولة، إنما يحدث فقط في حالة واحدة، عندما توجد ظروف قاهرة ترغم الجميع على أن يتغيرون ويجددون ذاتهم وحالهم. وهذا الأمر أعتقد راح يكون لابد أن يعني نواجهه، لأنه متغيرات في العالم الآن سريعة جدا، ويتطلب من عندنا أن نكون متنبهين ومستعدين على الأقل نفسيا وذهنيا لقبول التغير والتغيير، وأن أيضا نقتنع بأن مسألة الدين هي ليست مسألة يعني لا حياة بعدها، لا بالعكس، الدين كان دائما، أي عقيدة عند الإنسان يعني عبر التاريخ دائما يحاول أن يقنع الجميع بأنها مقدسة، والمقدس هو غلاف حتى يمنع التغيير المستمر، لأنه ماكو شعب يواصل ينجح في التماسك إذا يوميا تتغير عاداته وتقاليده وتوجهاته الثقافية والمعرفية. فبالتالي المقدس كان ضروري حتى الناس تتماسك وتنجح في الاستمرار والتعاون فيما بينها، وشاعة قانون يسري على الجميع. هذا الأمر يشمل الدين ويشمل أيضا أي نظام دولي، دولة حديثة، القوانين والدساتير الموجودة هي نوع من التطوير للأنظمة والقوانين والأحكام الدينية، لأن الدين ما عنده قوانين ولا لم يصل إلى مرحلة إنشاء منظومة قانونية أو فقه قانوني أو شريعة قانونية أو دستور أو مسائل من هذا النوع، ما يقدر يسوي منظومة أخلاقية قانونية، لكن هو عدى أحكام، السارق تقطع يده مثلا أو يلفظ أو يطرد، القاتل يقتل، العين بالعين والسن بالسن، أحكام، لكن ماكو فلسفة خاصة بالدين، لم يصل إلى هذه الدرجة من التطور. والآن أثبتت يعني أصبحت الحاجة لا يمكن التخلي عنها لوجود منظومة أخلاقية ومنظومة فلسفية هي تصدر منها، يعني كل حكم صادر من هذه المنظومة، وليس المسألة اعتباطية وندعي بأن هذا أمر الله وهذا أمر المفتي أو الشيخ، لا، أكو منظومة تدرس كل حالة في حالتها ضمن إطار أخلاقي منظم ومعد سلفا. الشق الرابع والأخير من السؤال يتعلق بكذبة الإصلاح، وهي أن الإصلاح هي كذبة ضرورية ولابد من وجودها بالنسبة للدول العربية والإسلامية خصوصا، لأن هي آخر الدول التي تتبنى الخطاب الديني وتعتمده في جميع دساتيرها. يعني تجد أنه معظم دساتير البلدان هي تتحدث أنه الدين جزء من الشريعة أو مصدر من مصادر الشريعة أو المصدر الرئيسي لمصادر الشريعة. هذا كله يؤكد بأن الدين هو ما زال يغذي هذه التربة، يغذينا ثقافيا ومعرفيا، أن يعني معارفنا بأكملها صادرة من هذا الدين. بالتالي أنه عندما يتحدثون هؤلاء عن الإصلاح فهو يتحدثون عن كذبة الإصلاح، لأن يعني كذبة الإصلاح كذبة ضرورية لابد أن يتم يعني يتم نشرها بين الجميع. ولهذا السبب نشوف أكو مئات بل آلاف المواقع التي تبث الخطاب الديني للجميع وتصر يعني توصل هذا الخطاب بشكل مستمر، توجيه إعلامي مكثف جدا، وفي الوقت نفسه محاربة لكل من يحاول أن يعقل الأمور ويحاول أن يقدم صورة واضحة ومفهومة لما نحن فيه. لكن هذا كله يهدد مصالح رجال الدين وأيضا رجال السلطة، لأن هؤلاء لا يبحثون عن الحقيقة ولا يبحثون عن إنصاف الآخرين وإنصاف الشعوب ولا تطورها أو بناء مستقبلها يعني المضمون كما يحدث في دول العالم الأخرى، لا، هو يبحث عن
نفوذه ودوام سلطته ودوام قهره وظلمه للجميع، ويقول لك بحجة أنه يعني نحارب الفتن ونحاول أن يعني نحافظ على تماسك المجتمع والجماعة. وهؤلاء مثلا يسموهم أعداء الدين، هو ما تعرف شنو الدين أصلا، لكن هو الدين مالته هو، يعني النموذج اللي بذهنه هو يريد هذا. على كل حال، هذه الكذبة، كذبة الإصلاح، كذبة ضرورية، وهي كذبة تساعد الجميع كما قلت على مواصلة الكذب وعدم اتخاذ أي إجراء. هي الفكرة الرئيسية، كذبة الإصلاح هي كذبة، كذبة تريد أن تقول لا نتخذ أي إجراء، لكن ما لا يستطيع أن يقول هذا الشيء. وكما قلت بالشق الأول أو بالفقرة الأولى، أنه هو يعتبر نفسه لا يحتاج إصلاح، فبالتالي كذبة الإصلاح يظل يحاول أن يدعيها، لكنه لا يقول ما معناها. معناها أنه نعالج رجال، وضع رجال الدين، كيفية التعامل معهم، كيفية التعامل بين رجال الدين والجمهور المؤمنين، يعني مسائل إجرائية شكلية، لكن لا تجد أحد يتحدث عن أسس ومنطلقات الدين وأركان الدين. يعني كما قلت، ما معنى وحي الآن؟ شنو وحي؟ ماذا يقدم لي الوحي الآن؟ يعني مسألة الوحي هو قائم الآن، يقول لك أكو نبي، وهذا النبي نزل من إجت رسالة من السماء، وأكو جبريل، وعنده صار الوحي. أنا ما حسناً أنا أحترم هاي المسألة وأؤمن بها لا بأس، كما وأصدق صاحبها يعني النبي، لكن أنا بالنسبة لي، مو بالنسبة لي كشخص، أنا بالنسبة لي كإنسان ضمن جماعة تبحث عن التعاون والتماسك ما بينها على أسس حديثة وتصلح لأن تتنافس فيه مع العالم، بقية أنحاء العالم، وتتسابق معهم حول فيما هم فيه. فأنا عندما تيجي تقول لك وحي، هذا الوحي ماذا، ما هو، ما هي المعرفة التي يقدمها لي هذا الوحي؟ أنا لا بأس الوحي أتى، وماذا يقول هذا الوحي؟ يقول طاعة الله ورسوله. حسنا، أنا هل أحتاج أنا هاي المسألة الآن؟ هل أنا كإنسان موجود ضمن جماعة بشرية تطمح إلى تطوير خدمات أو إعطاء حقوق الناس وضمان المساواة فيما بينهم والعدل وليس العدالة فيما بينهم، ونبذ الظلم، الظلم مو من معنى الديني طبعا، وإحقاق الحقوق بشكل عام، وضمانات صحية وضمانات تربوية، ضمان للأطفال، للطفولة، لكل شيء، وحقوق إنسان بشكل عام. فالوحي ما يقدم لي حقوق إنسان، لكن هل أستطيع أن أتخلى عن حقوقي؟ الوحي على عين ورأسي، لكنه لا يقدم لي شيء. فبالتالي كذبة الإصلاح لا بد أن تكون موجودة، لأنه ترى ويمنعك من أن تتحدث موضوع الوحي، يمنعك أن تتحدث موضوع النبوة، يمنعك أن تتحدث موضوع التوحيد. وهل أن نحن بحاجة إلى التوحيد مثلا؟ بالعكس، ربما أننا لا نحتاج إلى توحيد المجتمع، نحتاج إلى مجتمع متنوع، وبدليل أنه مجتمعات المتقدمة والمتطورة الآن هي مجتمعات متنوعة، ومراكز السلطة فيها متعددة. فبالتالي الإصلاح هو كذبة ضرورية، وهذا الشق الرابع اللي أختم به، الإصلاح هو كذبة ضرورية يجب الاستمرار فيها، وما زالت، بدليل أنه صارنا 100 سنة هاي الكذبة مستمرة، ولحد الآن يسوون مؤتمرات ضخمة وتشوف وجوه يعني عدد ضخم من المتحدثين، وكلهم شهادات، لكن كله كذب في كذب ودجل لا ما بعده دجل. هذا كله يعتبر جزء من الخطاب الديني الكاذب أصلا. هو الدين عبارة عن كذبة ضرورية لحكم الناس وجعلهم يعتقدون بأشياء لا أساس لها ولا منطق ولا تستقيم في أي حجاج عقلاني. بالتالي الدين هو كما قلنا هو كله قائم على الأساطير والخرافات والكائنات الوهمية، مع احترامنا طبعا، لكن هو هكذا. يعني أنا لست يعني لم أقل شيئا إمرأة، إنما شيء معروف يعرفه الجميع، بل ويؤمن به الجميع. يعني هو هذا، هو يؤمن به. يعني لم أتحدث عن شيء ابتكرته من عندي. فبالتالي كل هذا الأشياء الوهمية والخرافية والأسطورية، وبعد ذلك
يعني واحد يقول لك لا يجب أن نمتنع عن الكذب، فالدين هو يكذب ليل نهار. وبدليل الآن راح أدي موضوع آخر راح أتحدث به، أنه الدين الصحيح الذي يؤمن به الجميع هو الدين الذي ينطق به رجال الدين على المنابر، وهذا الدين المزيف الذي يقدم صورة لطيفة للدين. وعندما يتحدثون عن الدين الصحيح هم يعنون هذا، يعنون هذا الدين الذي تلقفوه من أفواه رجال الدين الكذابين على المنابر الذين يقدمون الصورة لطيفة لبضاعتهم الفاسدة في الجوهر، ولكن كما هو حال أي واحد عنده بضاعة يحاول أن يقدم أجمل ما لديه، وبحيث الجميع يصدق أنه هاي البضاعة هي جميلة جدا. لكن الخلل بهذا أنه عدد كبير من الباعة، والكل يعتقد أن هنالك بائع حقيقي، يعني أن الدين الحقيقي هو موجود لكن هؤلاء كلهم مزورين وغشاشين. آسف على الإطالة وشكرا جزيلا، وأشوفكم بخير، مع السلامة.